ما يتعنى كنتم تكونوا بخير مرزوقة تنحييكم. توصلت اليوم بواحد الميساج أو بواحد المكالمة من واحد الشخص اللي كنت نتسنى يتصل بيا وقال لي جرى كاين الحاجة واحد الحاجة ديالك كتسناها راها وصلت اليوم. واحد الحاجة اللي أي واحد داير لاشين في اليوتيوب كيتسناها. واحد الحاجة إلا ما كايناش ما كاين والو. خليكم معايا. دابا غادي نركبوا الكود اللي اتصلنا به من ادسنس. نتاكد مزيان واخيرا تم اثبات ملكيه عنوان ارسال الفواتير. واحد الشعور زوين، واحد الاحساس اللي ميمكنش يعني نوصفو لكم. كنتمنى اي واحد داير لاشين ان هذا الكود هذا يوصلو، حيت الا ما كاينش هذا الكود ما كاين والو. تحياتي ازول فلاون، مرحبا بكم مره اخرى. كما شفتوا في الفيديو مشيت اليوم للبريد المغرب، حيت وصلت بواحد الرساله عندهم وقالوا لي بان جرى كاين واحد الرساله كتسناها شحال هذه. وهذه هي النقطه الاولى اللي خصني نبدا فيها، وهي انك حيت تكون عندك لاشين ديال اليوتيوب ويكون عندك حساب ادسنس، وحيت تشوف الحساب ادسنس ان الكود ديال ادسنس جاي ليك العنوان ديالك، خاصك تمشي للبوسطة ولا تمشي لساعي البريد تقول لها ودي لا شي لا بانت ليك، ها كيفاش دايره، ها الاسم اللي غادي يكون فيها، وتعطي حتى النمره ديال التليفون باش نهار توصلو يتصل بك. انا توصلت بها اليوم وهذه الخامسة اللي كتجيني في الحساب ديال ادسنس. كاينين غير ربعة في الاول قبل التحديثات ديال 2019 و 2020، ادسنس كتصيفط لك ثلاثة من بعد الى ما وصلوكش كاين واحد الخانة او واحد النموذج للحساب ديال ادسنس كدير فيه لاكارت ناسيونال وكتثبت العنوان اللي راك داير تما صافي، بحال لاكارت ناسيونال بحال الى توصلتي بهذا الكود. ولكن من بعد التحديثات ولاو داروا ربعه اللي خصهم يوصلوك، وبعد هذه التحديثات كاين مشكل في النموذج اللي كتحط فيه لاكارت. لحد الساعه لحد هذا النهار اللي كنحط فيه هذا الفيديو باقي المشكل ديال ملء النموذج. الناس اللي عندهم حساب ادسنس غادي يعرفوا واش كتعني ملء النموذج اللي كتحط فيه كارت ناسيونال، مازال ما خدامش، باقي كاين المشكل. هذاك الرابط ديال اثبات الهويه ما تعيوش راسكم، راه مازال ما خدامش لحدود هذه الساعه، كاين مشكل. توصلت به اليوم وشحال هذه كنتسناه. كيفاش توصلت به؟ شنو واقع؟ علاش هو الخامس علما ان غير ربعه اللي كاينين؟ هادشي اللي غادي تعرفوا. في البدايه تصيفط لي واحد العنوان ديال الدار في الرشيديه، ولكن للاسف ما وصلنيش. عاود درت باش يعاود يوصلني الثاني، تسنيت مده ديال الشهر عاود ثاني والو ما توصلش به. الله المره الثالثه، وهذا هو الديفو اللي درت، حيت الا ما توصلتيش به في المره الاولى سير العنوان بدل العنوان، دير شي عنوان اخر، ما ديرش مثلا الدار، دير مثلا البوسطة ولا دير شي واحد عنده صندوق البريد، دير شي حاجه، المهم شي في عنوان معروف باش ما توقعش في المشاكل. من بعد حتى تصاوب العنوان اللي كتشوف انه مقاد كتعاود دير طلب ديال البين كود الثاني، ومن بعد تقدر توصل به. الا ما توصلتيش به كتعاود دير نفس القضيه انك تبدل العنوان ولا كتزيد واحد الجمله اللي راني زدتها في هذا العنوان. في البلاصه باش كتحط العنوان الاسم والنسب كاين واحد الخانه اخرى ديال العنوان الثاني،
هذاك العنوان الثاني كتحط فيه واحد الجملة مثلا، فهذا راني داير فيه لأهمية هذا الظرف أرجو الاتصال بي، ودرت النمرة ديال التليفون كما قلت لكم، ودرت النمرة ديال التليفون وتطبع فوق العنوان، ومشيت تاني للبوسطة قلتها لهم، تواصلت معهم قلت لهم شنو كاين، إلا وصلتكم ها كيفاش دايرة، قلت لكم كيكون كتبتو فيها جوجل هكا وهكا. المهم تنشكرهم بزاف، تنشكر الموظفين ديال البوسطة ديال مرزوقة، تنشكر فطو سفيان ويوسف، تنميرتنا برزتكم هاد الأيام ولكن ما عندكم ما ديروا. كما قلت لكم الاول ما وصلنيش، الثاني ما وصلنيش، الثالث ما وصلنيش، والرابع ما وصلنيش، صافي الرابع هي النهايه وحصلت. و تنخدم هذاك الرابط ديال اثبات الهويه اللي راه منشور بزاف، الا درتي مثلا تفعيل حساب ادسنس ولا كتلقاه ناشرين والدراري في القنوات ديالهم، داكشي ما خدامش، كتدخل الحساب ديال ادسنس ما كتلقى والو، كتمشي للمنتدى ديال ادسنس كتعيا ما تحط الاسئله تما والو. هذه مده ديال 6 شهور وانا كنعاني من هذا المشكل. التجأت، وهذه واحد الحاجة اللي بزاف ديال الناس ما عارفينهاش وانا منهم، التجأت لليوتيوب، منتدى ديال اليوتيوب، تما تواصلت معهم عبر الايميل ديالهم وعاودت لهم المشكل، كتبت بزاف اشنو عندي اشنو كاين والرابع ما وصلنيش اشنو خصني ندير، واتواصلوا معايا بعد 24 ساعة قالوا لي راه غادي نصيفطوا لك الخامس. هادشي وقع تقريبا نهاية ديال 2019، وعاود رديت لهم قلت لهم مازال ما تصيفطوا لي والو حتى نبدل العنوان، وداك الشيء اللي كاين ردوا لي قالوا لي حيت تبدل العنوان عاود قولها لنا. مشيت بدلت العنوان، درت مرزوقة وبوسطة ديال مرزوقة، وزدت هذيك الجملة اللي قلت لكم لأهمية هذا الظرف المرجو الاتصال بي، ودرت النمرة ديال التليفون وتسنيت. وصل نهار 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 صيفطوا لي هذا من عندهم، كان 1 يناير 2020، واليوم 12 فبراير 2020، يعني شهر و 12 يوم انا كنتسنى واتصلت به اليوم. كنتمنى من اي واحد داير لاشين انه يفهم هذا بعض النصائح اللي عطيته ويرد البال العنوان اللي كيدير، باش ما يبقاش يتسنى المده الطويله اللي تسنيت انا، حيت المشكل كاين عندنا. درت واحد البحث قصير في اليوتيوب، لقيت الناس بزاف ديال الدول اللي كاينين في شمال افريقيا وبزاف ديال الدول كيعانيو من هذا المشكل. كاين ساعي البريد اللي كيشوف هذه الرساله ما كيفهم فيها والو، يقدر انه يهملها. المهم عندنا مشكل في بحال هذه الرسائل في هذه الدول ديال شمال افريقيا والدول الاخرى اللي بين قوسين باقا متخلفه. كنتمنى التوفيق للجميع، شكرا لاي واحد من الدراري ديال اللي عندهم قنوات يوتيوبر هضرت معاهم، شحال من واحد تواصلت معاهم، حاولوا انهم يلقاو المشاكل، حاولوا انهم يلقاو الحل، ولكن للاسف ما كاينش الحل. حتى هما كيتعجبوا علاش النموذج ما خدامش، علاش الرابع مازال ما وصلكش، وفات المده انك تعمر النموذج ولكن النموذج كتدخل ليه تيقول لك ان هذه الصفحه ما كايناش. المهم النهايه هي هذه، انه تفعل الحساب ديال ادسنس. كنتمنى التوفيق للجميع، وتحيه لكم ازل في اللو. Yeah.